يعطيكم ألف عافية شباب. في ثغرة على نقاط جوجل بلاي، بس أهم شيء لازم نشغل في بي إن أمريكي. ثواني بس أشبك. أنا شغلت على نيويورك. هاي شبك. رفع بنات وترتبط من غير ما تدفع. ندخل على متجر بلاي، أورجيك بس النقاط اللي عندي. ندخل على سجل النقاط، اطلعوا 110، 190 و200 نقطة، هذول كلهم جمعتهم ورا بعض. ثواني، ندخل على المزايا، ندخل على تراي جيم، نكبس عليها. لازم يكون عندك أي جيميل، أي جيميل بزبط عادي مش مشكلة، بس أهم شي زي ما حكيت لك الجيميل الرئيسي يكون حساب أمريكي، وتشغل في بي إن أمريكي. ندخل على هذا الجيميل، تأكيد، عندك 3 مراحل، كل مرحلة بتجمع فيها نقاط. وآخر إشي بعطوك، كل ما جمعت نقاط أكثر طبعا بعطوك بونص زيادة. ثواني، أهم شي يا شباب اشتركوا بالقناة واضغطوا زر لايك عشان يوصل الفيديو لأكبر ناس، وكل الجميع خليهم يستفيدوا. نعمل تراي اجين مرة ثانية نعيدها. حاول جمع أكبر قدر ممكن من النقاط، كل ما جمعت نقاط أكثر بعطيك بونص. يعني إذا بتجمع فوق 130 نقطة احتمال يعطيك $2 مثلا، بدل ما يعطيك دولار أو دولار و10 سنت. شايفين الشباب؟ استواني، لم النقاط، راحوا علي نص النقاط. شباب زي ما حكيت لكم اشتركوا بالقناة، أي ثغرة بلاقي أي ثغرة موجودة عشان أنزل لكم إياها. كل لعبة بتخشها حاول تجمع أكبر قدر ممكن من النقاط. يعني شوف هسه بس أخلص 3 ألعاب هذول أشوف قديش وصلنا. يعني عندي حساب أنا ثاني فعلت فيه النقاط، فعلت فيه المستوى الفضي وكان 0 ولا في أي شيء. استغلوا هاي الثورة شباب، تقدر تشحن فيها أي لعبة بدك إياها. هاي خلصنا أول مرحلة، هاي جمعنا 39 نقطة. ندخل على المرحلة اللي بعديها الثانية، شباب في ناس كثير استفادت من هاي الثورة، فأنا بنزلها اللي بحضر الفيديو بستفيد. يعني نعمل إعادة مرة ثانية. شايفين الشباب؟ يعني مو كثير صعب اللعبة، راحوا علي كثير نقاط. يلا مش مشكلة، همشي أصور لكم الفيديو هذا تستفيدوا منه. هاي خلصنا المرحلة الثانية، ظلت آخر مرحلة. آخر مرحلة سهلة يعني نوعا ما. شباب كمان مرة لا تنسونا، ما تشتركوا بالقناة، اشتركوا بالقناة ودعمونا عشان أي فيديو جديد أي ثغرة زي هيك بنوجدها بنزلكوا إياها إن شاء الله. تم، والله راح عليه كثير نقاط بس مش مشكلة.
جمعنا 129 نقطة. نشوف كم بدهم يعطونا. هيعطونا 210، يعني دولارين وعشرة سنت. يعني إذا حسابك يفعل لك هاي، أوكي هاي شحنة موي. تمام. طبعا ممكن ما تشحن معك من أول مرة، بدك تحاول كذا مرة. يعني أنا لعبت في ألعاب ما كانت تعطيني، كان يقول لي إنه الكود هذا وصل لحد معين. شوفوا يا شباب، تبغاني أدخل بس على السجل. طبعا أورجيكم الحساب الثاني، شايفين هذا حساب فيه 394 نقطة. طبعا قبل شوي كان صفر، الدهاي هون 129 نقطة، وفعل لي الجائزة الفضية ورجعت جمعت 200 نقطة. ماشي يا شباب، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، ادعمونا يا شباب، ادعمونا، ندعمون، ننزل لكم ثغرات إن شاء الله، يعني أي ثغرة.